بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، نتواصل بانطلاقات هذا اليوم ضمن تحديات ومنافسات الحول والزمول، منافسات الكبار على ارضية ميدان الذيد لسباقات الهيجن العربية الاصيلة. هكذا ينطلق شوط جديد الا وهو الشوط التاسع الذي اعلنت انطلاقته في هذه اللحظات، وهو مخصصا للحول المحليات الأصايل محليات الدار بانطلاقة موفقة نتمناها لجميع الأخوة المشاركين المعلنين لهذه الانطلاقة. نذهب إلى المركز الأول على مقدمة الشوط، هنا السايحة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي الذي يقدم السايحة على المركز الأول، بينما نقلتنا إلى المركز الثاني إلى انطلاقة غازية قادمة بهذا المستوى، محمد بن راشد بن غانم المنصوري، بينما في المركز الثالث نتابع الوصول في هذا الانطلاق من بشاير مطر بن حمد راعي الشيقة العامري الذي يقدم بشاير على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع التسلل الذي نلاحظه بانطلاقة ووجود أران راشد بن حمد بن عبلان انكتبي يقدم لنا هذا الاسم. النقلة إلى المركز الخامس إلى انطلاقة مراسيل سعادة ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي، حيث يقدم لنا هذا الاسم بانطلاقة هذا الشوط، بينما في المركز هنا وصلنا في هذه اللحظات إلى سادس الأسماء التقدم، هناك بانطلاقة غزلان سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري ياتينا بهذا الاسم، بينما في المركز السابع شعار الشبل يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا انطلاقته مع سمحه سالم بن احمد بن دري الفلاحي الذي يطلق لنا سمحه على المركز السابع، بينما في المركز الثامن على الزاوية الأخرى التقدم الملحوظ بانطلاقة الفاتنة عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي الذي يقدم الفاتنة على المركز الثامن، المركز التاسع على الزاوية الأخرى. نقلة تقدمت إلى المركز التاسع بن علي بن راشد بن سويلم بن كليب الكتبي الذي يطلق هذا الاسم على المركز التاسع، المركز العاشر مخيفة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، هنا يصل الفيلسوف ليأتي بهذا الاسم على عاشر الأسماء. هكذا نتيجتنا المذاعة للمراكز العشر إلى وايل، وخلف العشر عشر من هذه الأسماء المنطلقة في يوم الكبار، يوم الكبار يوم الختام لهذا اليوم، حيث نتابع هذه المنافسات على فترتين في الصباحية والمسائية. هنا نتابع ونرجع إلى الصدارة لكي نتابع مقدمة الشوط من انطلقت بالمركز الأول أعلنت حضورها بالمقدمة، ها هي بشاير 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 تبغي أن تبشر مالكة بالفوز، مطر بن حمد راعي الشيقة العامري الذي يقدم بشاير، والتسلل بدأ بانطلاقة مراسيل لسعادة ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي الذي يطلق لنا مراسيل باحثة عن الجديد، تريد أن تحقق المركز الأول، تريد الانتصار في مشاركة هذا الشوط، بينما في المركز الثالث الوصول من غازية قادمة بهذا الشعار محمد بن راشد بن غانم المنصوري الذي يطلق لنا غازية، سلالة غازي الدماء الهملولية تتجسد في عروق غازية في هذا الانطلاق على المركز الثالث، المركز الرابع هنا الوصول في هذا الانطلاق، ها هي المتقدمة أران راشد بن حمد بن عبلان الكتبي الذي يأتينا بهذا الاسم الفنان، ألا وهي أران على المركز الرابع، بينما في الزاوية الأخرى تقدمت في هذه اللحظات المتقدمة السايحة ناصر بن حمد بن سهيل
بن عويضه الخيالي ياتينا بهذا الاداء الجميل على المركز الرابع. هنا بينما في المركز الخامس شعار بالنصرة، شعار بالنصرة يريد اكتساب الفوز الثالث مع هذا اليوم ليقدم لنا انطلاقة وتواجد هذا الاسم في هذه اللحظات مع انطلاقة غزلان. سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري على المركز الخامس، المركز السادس التقدم من شعارك يا الشبل ياتينا على ظهر، وانطلاقة سمحة سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي الذي يقدم لنا هذا الاسم على المركز السادس. المركز السابع زعفران محمد بن طماطم بن حمد العامري بن كليب ياتينا ثامنا ليقدم لنا نقلة، نقلة هنا قادمة بهذا المستوى. سيف بن راشد بن كليب الاكتبي الذي يطلق لنا هذا الاسم بهذا الأداء. سيف بن علي بن راشد بن سويلم بن كليب الاكتبي الذي ياتينا بهذا الأداء الجميل. التقدم هنا بدأ بانطلاقة وتحركات مزون هنا بشعار بن مفتاح نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي الذي يطلق لنا مزون في هذا التحرك الممتاز. وصلا هذه الأصايل، وصلا هذه الأسماء، الأسماء وصلت هذه الشعارات المميزة هنا بهذا الأداء الجميل. محليات الدار مع هذه الحول هنا بهذا الشوط المتميز. أرى الاسم القادم في هذه اللحظة على الجانب الآخر منصورة سيف بن حمد بن حميد الدرعي الذي يطلق لنا منصورة مع هذا الانطلاق الممتاز، ولكن عودة إلى الصدارة إلى المركز الأول لنتابع المقدمة من أعلنت حضورها. ما شاء الله وتبارك الله الأداء الجميل الذي تقدم بشاير 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 على مقدمة الشوط. مطر بن حمد راعي الشيقة العامري الذي يطلق بشاير بالعوض يتحرك ثانيا يقدم لنا مراسيل، مراسيل على المركز الثاني. ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي هنا المنصوري قادما إلى المركز الثالث بانطلاقة غازية محمد بن راشد بن غانم. المنصوري قادما بهذا الأداء ليطلق لنا غازية المركز الرابع، المركز الرابع. ها هي أران راشد بن حمد بن عبلان الاكتبي يصل بانطلاقة أران بهذا الاسم المتميز. المركز الخامس التقدم من السايحة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي ياتينا بهذا الأداء الجميل هنا في هذه اللحظات الخمس الأوائل. والأسماء الأخرى القادمة هنا شعار بالنصرة، وهناك الوصول أيضا من الأسماء الأخرى من هذا السيل القارف الذي يضم هذه الأسماء القوية، أسماء سطرت الكثير والكثير في عالم هذه الرياضة في سجلات حافلة دائما في هذه الرياضة. ولكن المقدمة هنا بانطلاقة بشاير 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 على المركز الأول. الله يا بشاير، الله يا بشاير بأداء جميل على المركز الأول. هنا مطر بن حمد راعي الشيقة العامري يطلق بشاير، ثانيا مراسيل، ثالثا أران، المركز الرابع على الزاوية الأخرى غازية، غازية وأران وبشاير. هنا نتابع هذا الأداء المتميز. إلى أين الانطلاق؟ إلى وين الانطلاق؟ يا بشاير يا بشاير يا بشاير على المركز الأول بهذا الأداء الجميل. تقدم هذا الأداء وهذا المستوى على المركز الأول، ولكن هنا هنا المركز الثاني أران مع شعارك يا ابن عبلان، مع هذا الشعار الذي يطلق لنا أران راشد بن حمد بن عبلان الاكتبي، الثالث غازية،
غازية 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 على المركز الثالث بهذا الشعار محمد بن راشد بن غانم المنصوري، والخامس براسيل سعادة ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي. وأشوف القادمة هنا بدأت بالتقدم مزون نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي، ولكن عودة إلى الصدارة. أين مراسيل؟ أين مراسيل؟ الله يا مراسيل، الله يا مراسيل. رغم الضغوطات من الأسماء الأخرى، إلا أن مراسيل مسيطرة على المركز الأول بدون أي حركة، آليها في أمان بدون أي أوامر. حتى على المركز الأول هي بشاير، بشاير بالفعل هنا على مقدمة الشوط على المركز الأول. الله 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 يا الأداء، الأداء الاستثنائي، الأداء الجميل. راحته في أمان الله، راحته في أمان الله بدون أي منافس، بدون أي منافس غريب يذكر لمنافسة بشاير. السلام إلى مصانع الجنوب، إلى مصانع الجنوب. سلام سلام يا بشاير، سلام يا مطر بن حمد راعي الشيقة العامري الذي يطلق بشاير. سلام بشاير، سلام على هذا الأداء الجميل الذي قدمته بشاير. المركز الثاني مزون نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي. المركز الثالث يذهب بانطلاقة الثالث الزعفران محمد بن طماطم بن حمد العامري. المركز الرابع يذهب بانطلاقة وحضور. هنا مشاهدينا الكرام نتابع، هنا يذهب إلى غازية محمد بن راشد بن غانم المنصوري. المركز الخامس كان بانطلاقة ووجود، ألا وهي ملغوثة عتيق بن عواض بن عتيق بن زيتون المهيري. تابعنا بشاير وعرضها الممتاز، تابعنا بشاير بالأداء حيث بشرت أهالي مصانع الجنوب بهذا الانطلاق الممتاز مع راعي الشيقة مطر حمد راعي الشيقة العامري. سلام سلام يا بشاير على هذا العرض الممتاز حيث قطعت المسافة 8 كيلومترات في زمن وقدرة. هنا التوقيت الزمني المتسجل تحت اقدام بشاير 13 دقيقة 9 ثواني 3 من الأجزاء من الثاني. تهانينا إلى مطر بن حمد راعي الشيقة العامري على فوز بشاير. بينما في المركز الثاني يذهب بانطلاقة ووجود مزون نايل بن فهيد بن